بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 46 بعد 102. الحمد لله رب العالمين، على ما أنعم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه خير الأمم، أما بعد، فيواصل الشيخ رحمه الله كلامه على إثبات محبة الله لعباده المؤمنين ومحبة المؤمنين لربهم، فيقول: ومن المعلوم أنه قد دل الكتاب والسنة واتفاق سلف الأمة على أن الله يحب ويرضى ما أمر بفعله من واجب ومستحب وإن لم يكن ذلك موجودا، وعلى أنه قدير وعلى أنه قد يريد وجود أمور يبغضها ويسخطها من الأعيان والأفعال كالفسق والكفر. قد قال الله تعالى: ولا يرضى لعباده الكفر. والمقصود هنا إنما هو ذكر محبة العباد لآلهتهم. قد تبين أن ذلك هو أصل أعمال الإيمان، ولم يتبين بين أحد من سلف الأمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان نزاع في ذلك، وكانوا يحركون هذه المحبة بما شرع الله أن تحرك به من أنواع العبادات الشرعية كالعرفان والإيمان والسماع الفرقاني. قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، إلى آخر السورة. ثم إنه لما طال الأمد صار في طوائف المتكلمة من المعتزلة وغيرهم من ينكر هذه المحبة، وصار في بعض الصوفية من يطلب تحريكها بأنواع من سماع الحديث كالتغبير وسماع المكاء والتصدية، فيسمعون من الأقوال والأشعار ما فيه تحريك جنس الحب الذي يحرك من كل قلب ما فيه من الحب، بحيث يصلح لمحب الأوثان والصلبان والإخوان والأوطان والمردان والنسوان كما يصلح لمحب الرحمن. ولكن كان الذين يحضرونه من الشيوخ يشترطون له المكان والإمكان والخلان، وربما اشترطوا له الشيخ الذي يحرس من الشيطان. ثم توسع في ذلك غيرهم حتى خرجوا فيه إلى أنواع من المعاصي، بل إلى أنواع من الفسوق، بل خرج فيه طوائف إلى الكفر الصريح، بحيث يتواجدون على أنواع من الأشعار التي فيها الكفر والإلحاد مما هو من أعظم أنواع الفساد، وينتج ذلك لهم من الأحوال بحسبه، كما تنتج لعباد المشركين وأهل الكتاب عباداتهم بحسبها. والذي عليه محقق المشايخ أنه كما قال الجنيد رحمه الله: من تكلف السماع فتن به، ومن صادفه السماع استراح به. ومعنى ذلك أنه لا يشرع الاجتماع لهذا السماع المحدث، ولا يؤمر به، ولا يتخذ دينا وقربه، فإن القرب والعبادات إنما تؤخذ من الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. فكما أنه لا حرام إلا ما حرمه الله، ولا دين إلا ما شرعه الله. قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ولهذا قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فجعل محبتهم لله موجبة لمتابعة رسوله، وجعل متابعة رسوله
موجبة لمحبة الله لهم. قال أبي بن كعب رضي الله عنه: عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ما من عبد على السبيل والسنة ذكر الله فاقشعر جلده من مخافة الله إلا تحاتت عنه خطاياه، كما يتحات الورق اليابس من الشجر. وما من عبد على السبيل والسنة ذكر الله خاليا ففاضت من خشية الله إلا عيناه إلا لم تمسه النار أبدا. وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة، فاحرصوا أن تكون أعمالكم اقتصادا واجتهادا على منهاج الأنبياء وسنتهم. فلو كان هذا يعني سماع الصوفية وأناشيدهم مما يؤمر به ويستحب وتصلح به القلوب للمعبود المحبوب لكان ذلك مما دلت عليه الأدلة الشرعية. ومن المعلوم أنه لم يكن في القرون الثلاثة المفضلة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني الذي بعثت فيه، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، لا في الحجاز ولا في الشام ولا في اليمن ولا في العراق ولا في مصر ولا في خراسان أحد من أهل الخير والدين يجتمع على السماع المبتدع لصلاح القلوب. ولهذا كرهه الأئمة كالإمام أحمد وغيره، حتى عده الشافعي من إحداث الزنادقة حين قال: خلفت ببغداد شيئا أحدثه الزنادقة يسمونه التغبير، يصدون به الناس عن القرآن. قلت: ومثله الآن ما أحدثته بعض الجماعات الحزبية مما يسمونه بالأناشيد الإسلامية ويهتمون به ليصدوا به الناس عن اتباع السنة. ثم قال الشيخ رحمه الله: وأما ما لم يقصده الإنسان من الاستماع فلا يترتب عليه لا نهي ولا ذم باتفاق الأئمة، ولهذا لا يترتب الذم والمدح على الاستماع لا على السماع. فالمستمع للقرآن يثاب عليه، والسامع له من غير قصد ولا إرادة لا يثاب على ذلك، إذ الأعمال بالنيات. وكذلك ما ينهى عن استماعه من الملاهي لو سمعه السامع بدون قصده لم يضره ذلك. إلى أن قال الشيخ: والمقصود هنا أن المقاصد المطلوبة للمريدين تحصل بالسماع الإيماني القرآني النبوي الديني الشرعي الذي هو سماع النبيين وسماع العالمين وسماع العارفين وسماع المؤمنين. قال تعالى: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم، إلى قوله: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وقال تعالى: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا، إلى قوله: ويزيدهم خشوعا. قال تعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم الآية. وكما مدح المقبلين على هذا السماع فقد ذم المعرضين عنه في مثل قوله: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، إلى قوله: وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها، كأن في أذنيه وقرا
فبشره بعذاب أليم. وقال تعالى: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. وقال تعالى: فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. وبهذا تنتهي هذه الحلقة، فإلى الحلقة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.